العرض حاولنا نبسطوا فيه المداخل الممكنة في الظروف الحالية على مستوى السياق الدولي من أجل تدخل الحكومة لتلطيف الأسعار ولا سيما المحروقات بالنسبة للمواطنين. ومن المدخل الأول اللي قلناه هو أنه لابد من الرجوع إلى تنظيم الأسعار وتسقيفها في الحدود ديال 10 ديال الدرهم في أقصى حال، وكذلك تحديد الأرباح ديال الفاعلين في القطاع والرجوع إلى الأرباح اللي كانت سابقا، وإطلاق العملية ديال التكريف للمغربيين الجديد، لأنه اليوم على حسب الانفصال اللي وقع ما بين السوق ديال النفط الخام والسوق الصافي كاين الإمكانية ديال اقتناص حتى 3 ديال الدراهم في الفرق. إذا بهذه 3 دراهم بالإضافة لهذ الأرباح اللي يمكن لعبوا على 4 دراهم حتى 4 دراهم ونص بالنسبة للسعر ديال الغازوال. فيما يخص النقاش هذه السيد الحكومة، كيف ما كنعرف الجميع فإن هنا كنا مجموعة من الإشكاليات، إشكاليات متعلقة بالتحرير حيث أنا ما كانش قوانين المنظمة للتحرير هذا، متعلقة كذلك بالمنافسة، اليوم عندنا منافسة غير حقيقية بين الفاعلين في القطاع هذا، بإضافة إلى أمور أخرى متعلقة كذلك بالمنظومة الضريبية، حيث أنا اليوم المستهلك النهائي كيخلص واحد الضريبة اللي هي كبيرة عن طريق الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي فإن اليوم يعني أهمية الأسعار المحروقات هي يعني كتقيس الصغير قبل الكبير. وبالتالي اليوم خاصنا ناخذ هذه الامور بعين الاعتبار عن طريق واحد اعاده النظر في المنظومه القانونيه، المنظومه الضريبيه، وكذلك خصوصا كل ما يتعلق بالمنافسه، باش ان الصغار المستثمرين انهم يدخلوا هذا القطاع هذا باش في اخر المطاف يعني امور. ولكن هذه كلها امور مرتبطه بجراه ويعني اعاده الحكومه في تنزيل الاصلاحات الكبرى كصندوق المقاصه، انظمه التقاعد، الضريبه، المنافسه، محاربه الريع، محاربه الوسطاء والمدربين والمحتكرين. حنا كنا في 2015-17 كنا كنديروا مازوت 8 درهم 9 درهم، اليوم سمحنا كنديروا تقريبا ما يعادل 16 درهم، يعني ولا كيرفع لنا حتى من القيمه ديال السفريات ديالنا المازوط، ولا كيدي لنا 80%، يعني ان المقاولات النقليه كتادي واحد الخدمه خاصها تاخذ يعني الغازوال بواحد بواحد الثمن اللي قل من المستهلك العادي، لان حنا ماشي هذا الغازوال كنسافروا به، لا بالعكس هذا الغازوال حنا كنخدموا به، يعني خص الدوله انها تدعم المهنيين بالتسقيف ماشي بالدعم المالي اللي الان وصلنا فيه حتى للدفعه السادسه والقيمه ديالو ما كتغطيش يعني حتى الخمس ايام الاولى من السفريات. دونك راه هنا كنوضعوا واحد العلامه ديال الاستفهام. جا المشكل ديال الاضراب الوطني اللي كان نهار 27 فبراير 2022 من مورا فجاء الدعم، وحنا تقريبا اللور كما كنقولوا الدعم ما كافيش، الدعم تقريبا واحد 35,000 مقاوله مازال ما استفدتش لا من الدعم الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس اللي حنا فيه في هذا الشهر. وكنشوفوا بان خص الحكومه انها تاخذ يعني واحد الموقف، واحد القرار صارم بخصوص المحروقات. رغم ذلك الراي العام عرف بعد نشر التقرير ديال اللجنه الاستطلاعيه ان الارباح تفاقمت بحجم 17 مليار درهم في سنتي 2016 و2017. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.